عليك شيخ. يلا انا اسمي نهاد صليبة والاصل من لبنان ومقيم في المغرب من مدة طويلة جدا. والله شيء يعني بفرح جدا، الاستقبال عظيم، التنظيم عظيم وبدون اي مشاكل، وهو كله مجاني، ونشجع الجميع يجوا ياخذوا اللقاح. لازم يخافوا من المرض اكثر ما يخافوا من التلقيح، وخصوصا انه هالسهولة اللي موجودة ما في، انا ماني شايف سبب ابدا انه ما كل الناس يجوا يتلقحوا. اليوم درت الفايزر، لا الاولى والثانيه استرازينيكا، واليوم الفايزر. لا لا ابدا ابدا، الحمد لله كل شيء مزيان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.